America's Funniest Home Videos proudly presents Bone Salute Heads 2. Hey, wake up, guys. A salute to Boneheads. Yeah, that's better. Ladies and gentlemen, Bob Saget. هو روبرت لين ساجيت، ممثل وفنان أمريكي، ولد في 17 من شهر مايو من عام 1956 في ولاية فيلادلفيا. تخرج من جامعة كاليفورنيا الجنوبية وعمل ككوميدي ارتجالي وممثل ومخرج ومنتج للأفلام وغيرها. قدم الكثير من الأعمال وأشهرها فول هاوس في دور داني تانر، وهو متزوج من شيري كريمر ساجيت، وقد أنجب منها 3 أبناء. يعتبر الممثل والكوميدي بوب ساجيت واحد من أبرز الشخصيات في عالم الفن في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم. عرف ساجيت بأدائه لشخصية داني تانر في مسلسل فول هاوس، وهو المضيف الأصلي لبرنامج أكثر المقاطع المنزلية إضحاكا في أمريكا، وكان يؤدي دور الراوي تيد موزبي في مسلسل كيف قابلت أمكما. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.